حياكم الله من جديد، وما زلنا مستمرين معاكم في صباح الشارقة. الدورة 36 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب شارفت على الانطلاق لتعلن عن عرس الشارقة الثقافي الذي يتجدد في كل عام نشرا حب القراءة والكتاب في أرجاء إمارة العلم والمعرفة إمارة الشارقة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم معنا في استوديو صباح الشارقة الأستاذ سالم عمر سالم، مدير إدارة التسويق والمبيعات بهيئة الشارقة الكتاب. صباح الخير وحياك الله معنا في صباح الشارقة. أهلا، صباح النور. حياك الله ويعطيك العافية. الجهود كبيرة طبعا قاعد تبذل خلال على مدار 24 ساعة، وخصوصا مع اقتراب هذا الحدث السنوي المميز. ماذا تعد هذه الدورة لزوارها من مفاجآت هذا العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شاكر لكم على هذه الاستضافة. طبعا مؤسسة الشارقة الإعلام جهدها ملحوظ الحمد لله في معرض الشارقة الدولي للكتاب، وأيضا في تغطية فعاليات الشارقة. في الحقيقة السنة هذه هي سنة مميزة لنا من خلال عدد كبير من المفاجآت التي سوف نقدمها لجمهور الكتاب، للقراء، لكل عشاق الكلمة المقروءة. معرض الشارقة الدولي للكتاب هذه السنة سوف ينطلق في الواحد من نوفمبر على مدار 11 يوما. إن شاء الله هذه السنة سوف تكون الدورة السادسة والثلاثين. السنة هذه سوف تكون مميزة من خلال عدد دور النشر المشاركة أو العارضين. دور النشر المشاركة أكثر من 1650 دار نشر مشاركة من 60 دولة. هناك ضيوف وأسماء لامعة سوف تحضر المعرض لكي تثري المعرض من خلال الفعاليات الموزعة ما بين فعاليات للطفل ومقهى ثقافي وأيضا برنامج فكري وأيضا فعاليات مخصصة أيضا للمهنيين المختصين في مجال النشر. حلو، جميل جدا. يعني يمكن شوارع الشارقة تزينت بالإعلانات الخاصة بمعرض الكتاب، لاحظنا الأسامي الكبيرة من مختلف دول العالم سواء كانت من الوطن العربي، أسماء محلية وأيضا أسماء عالمية. جميل هذا التنوع. خلنا نتكلم أستاذ سالم عن هذه الدورة. طبعا في كل دورة أكيد هيئة الشارقة للكتاب تحط لها أهداف معينة تسعى لتحقيقها من خلال المعرض. الدورة 36 شو هي أهدافها لهذا العام؟ طبعا نحن كل سنة نحاول نرفع سقف التوقعات والتحديات التي تواجه فريق العمل. نحن لا نسميها عوائق، نسميها تحديات ممتعة. فريق العمل يحرص كل الحرص على الاتيان بشيء جديد في كل سنة من خلال الأفكار الجديدة التي سوف تقدمها هذه السنة. هناك مفاجآت لا أريد الإفصاح عنها، ولكن هناك أمور أيضا مهمة للناشري وللقراء. أيضا هناك منطقة نسميها منطقة المستقبل. هذه المنطقة سوف تأخذ العالم النشر إلى منحة ثاني من خلال النشر الرقمي، من خلال تطوير الكتاب من ورقي إلى مسموع، إلى أيضا إلى مقروء من خلال الألواح الإلكترونية. وأيضا الحلول التي تقدم هذه الشركات للقارة وأيضا لأصحاب دور النشر. جميل. هناك أيضا منطقة مخصصة للصور المتحركة أو ما يسمى باللغة الإنجليزية كوميكس. هناك أفلام كبيرة أتت من خلال كتاب معين في الكتاب المصور. أيضا هناك فعاليات نقدمها في محطة التواصل الاجتماعي من خلال استضافة عدد كبير من المؤثرين في مجال التواصل الاجتماعي. الشريحة المهتمة بها شريحة كبيرة في المجتمع. هذه السنة سنة مختلفة. من خلال ليس يكون هناك التقاء بالمؤثر في عالم التواصل الاجتماعي، ولكن المؤثرين سوف يكونوا متواجدين لكي يحضروا دورات مخصصة في عالم التواصل الاجتماعي. هذه الدورات سوف تنمي مهاراتهم، سوف تطور من أسلوب استخدامهم لمحطات التواصل الاجتماعي. جميل. أيضا الكتب المعروضة هذه السنة أكثر من 1.5 مليون كتاب أو عنوان لكتاب متوفر في معرض الشارقة الدولي للكتاب، ثلثها من العناوين الجديدة. حلو. جميل. فهذا رقم كبير بالنسبة لنا. دور الضيوف إذا ما تحدثنا عنهم، هناك أكثر من 339 ضيف موزعين كما سلفنا في عدد كبير من الفعاليات، والنصيب الأكبر لهذه الفعاليات هي فعاليات الطفل.
جميل. هذه فعاليات الطفل في النهاية الطفل هو أساس التطور في المجتمع، إذا بذرنا البذرة هذه صحيحة سوف تخرج صحيحة. صحيح. جميل التركيز اليوم على مسألة الأطفال في عملية يعني نشأة هذا الجيل على جيل يحب قراءة الكتاب. عالم في كتابي، يعني شعار جميل الصراحة، نتحدث عن هذا الشعار أكثر تفاصيله ويعني سبب تسمية الدورة هذه بعالم في كتابي. طبعا فريق التسويق عندنا كل سنة يحاول يأتي بفكرة جديدة في مجال في إيصال فكرة المعرض. نعم. هذه السنة اخترنا عالم في كتابي، هذه بمعنى أصح أن الشخص القارئ للكتاب لن يقرأ الكتاب، لكن سوف يدخل في عالم آخر. هذا العالم إما يعيشه الشخص القارئ أو يعيشه الكاتب نفسه. فهناك كتب كثيرة انتجت منها أفلام، هناك كتب كبيرة انتجت منها أطباق للطهي لمعنى صح. أيضا هناك كتب كثيرة ميزت أشخاص عن آخرين من خلال الأفكار المتواجدة فيها، من خلال الإبداعات أو النصائح المتوفرة فيها. فكل كتاب في كل كتاب عالم، والعالم هذا سوف يكون مختص فيه القارئ من خلال قراءته ومن خلال اقتناعه. جميل جدا. تكلمنا أستاذ، يمكن خبرتنا أستاذ سالم عن بعض الإحصائيات والأرقام الموجودة، تكلمنا عن أعداد الكتب، تكلمنا عن غيرها. ممكن تحب مثلا تكلمنا عن الدول المشاركة، عن الأكثر الدول الأجنبية العربية وغيرها وضيف الشرف. طبعا الدول مثل ما سلفنا أن هناك 60 دولة، أكثر من 10 دول مشاركة للمرة الأولى. هناك دول هناك دولة بنغلاديش، هناك دولة كوريا الجنوبية، هناك دولة الدنمارك، هناك حضور كبير من إندونيسيا، حضور كبير من تركيا، حضور كبير من الدول العربية غنية عن التعريف، تواجدهم سباق في كل سنة. مشاركة دولة الإمارات مشاركة كبيرة من خلال الشركات المتواجدة المختصة في مجال النشر، دور النشر الإماراتية مميزة جدا، مشاركات رسمية حكومية من خلال وزارة التربية والتعليم، وزارة الثقافة، الهيئات المعنية بالثقافة في دولة الإمارات العربية المتحدة، متواجدة بإنتاجها الثقافي وأيضا متواجدة بفعالياتها المخصصة التي لا نتحدث عنها لأنها فعاليات مخصصة لهم. فإذا ما ضمينا هذه الفعاليات ربما تصل إلى أكثر من 3000 فعالية. ما شاء الله. نتكلم شوي عن شخصية العام الثقافي، يعني في كل عام كذلك يتم اختيار شخصية يتم تكريمها، وهذه الشخصية تكون لها أثر كبير في الثقافة على مستوى، إذا ما كان على المستوى المحلي على المستوى أكيد الإقليمي. طبعا أنا أتوقع هذا الاختيار هو اختيار صادف أهله. دكتور صابر عرب وزير الثقافة المصري السابق له إبداعات وإسهامات كبيرة في مجال الثقافة، ليس على مستوى مصر وإنما على مستوى الوطن العربي ومستوى العالم. هذه الشخصية هي شخصية مميزة في مجال التدريس، في مجال الثقافة، في مجال دعم دور النشر المصرية من خلال ترأسي لهيئات مخصصة في مجال الكتاب. إساماته كبيرة، ربما هذا الاختيار يكون شيء بسيط لرد الجميل له. صحيح. جميل جدا. يمكن أستاذ سالم من الأشياء اللي تسهل على الأشخاص اللي يزورون معرض الشارقة للكتاب، الموقع الإلكتروني الخاص بالمعرض صراحة متكامل جدا، وأيضا مؤخرا أطلقتوا التطبيق الخاص بالمعرض، خبرنا أكثر عنهم، لأن وأنا أتصفح دائما يعني خلال سنوات أو السنة الماضية التطبيق، تفاصيل الكتب، دور النشر المشاركة، الموقع يضم إحصائيات، الندوات، أوقاته، كل شيء بالتفاصيل، خبرنا أكثر عنهم. هناك فريق متخصص فقط في تطبيق الهواتف وأيضا في الموقع الإلكتروني، يزودها يوميا بكافة المعلومات أو الأحداث الحاصلة يوميا، وأيضا المعلومات المهتمة المختصة في المعرض من خلال الفعاليات وأوقاتها، الكتب المعروضة، وكما أسلفتم المعلومات الأخرى التي سوف يستفيد منها الزائر أو القارئ. فترة المعرض أو قبل فترة المعرض يكون ازدحام كبير على الموقع الإلكتروني، أشخاص
سيأتون بقوائم كثيرة للكتب من خلال الموقع الإلكتروني لكي يقتنوها من 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 المعرض. لا أتحدث عن أشخاص، أيضا أتحدث عن هيئات كبيرة من جامعات، من مؤسسات علمية تأتي بقوائم كبيرة لحضور المعرض، فتسهيل هذه المهمة لديهم هو جانب أساسي بالنسبة لنا. طبعا الذي يزور المعرض ليس فقط القارئ، اللي يزور المعرض أيضا الإعلامي، المدرس، الأم، الطفل، أيضا صاحب دار النشر أيضا سوف يتواجد في هذا الموقع. إمكانية أن نحتوي كل هذا الأشخاص في موقع يكون في منتهى السهولة للوصول، هذا كان تحدي بالنسبة لنا، وإن شاء الله في أخبار جميلة سوف تأتي أيضا عن للموقع. جميل. خلينا نتكلم شوي عن التجهيزات، يعني بما أننا نحن قربنا من هذا الحدث، يعني أتوقع على مدار الساعة اليوم الجهود قاعد تبذل، وفي حديث سابق يعني مع سعادة أحمد بركاض رئيس هيئة شارقة الكتاب تحدث أن يعني مجرد ما يتم الانتهاء، يعني قبل الانتهاء من الدورة، الدورة السنة السابقة يعني أو السنة التالية تكون جاهزة. طبعا. فأتوقع عندكم الحين أجندة فعاليات السنة القادمة، شو راح يكون أو المضمون بشكل عام، نتكلم يعني عن هذا الجهد اليوم، فريق العمل كم يبلغ عدد فريق العمل، وكذلك نشاهد في كل عام مجموعة من المتطوعين والمتطوعات يساهمون بشكل يعني إيجابي كذلك في تنظيم دخول الطلاب، خروجهم، كذلك يعني إذا ما كنت خاطئ كشافة والمرشدات في الشارقة كذلك لهم دور جميل. نعم. نتكلم عن هذا العمل التطوعي اليوم جميل يعني في معرض الشارقة الدولي للكتاب. معرض الشارقة الدولي للكتاب هو هدف أساسي لكل المتطوعين، لكل العاملين في مجال الثقافة لكي يساهموا فيه ولو بالقليل. صحيح. فريق العمل ليس بالفريق الكبير، بس لكن فريق العمل هذا فريق مبدع، فريق مخطط لكل فعاليات المعرض. مثل ما ذكر الأستاذ أحمد العامري، المعرض السنة القادمة جاهز، الفعاليات للسنة القادمة من بداية السنة إلى نهايتها كفعاليات لهيئة شارقة الكتاب في طور الانتهاء منها، لأن نحن من نخلص من المعرض نبدأ على التجهيزات أخرى مباشرة. نعم. المتطوعين، هناك متطوعين من طلبة الجامعات، هناك متطوعين فقط يفرغون أنفسهم من 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 أعمالهم لكي يتواجدوا في المعرض. كل سنة هناك إقبال كبير، نحاول نحصر العدد أو نلم كل الفئات التي ترغب في المشاركة. هناك أصحاب الهمة متواجدين بشكل فعال، نبرزهم بشكل كبير في كافة نقاط المساعدة في المعرض. بشكل عام المعرض هذا سوف يكون مقصد أساسي ليس فقط للقارئ، وإنما لجميع المهتمين بالثقافة. جميل. الله يوفقكم ان شاء الله. وانت قاعد تتكلم قاعد اتخيل منظر يعني صار عندي كل سنه احنا دائما ننبهر في المعرض، يعني كل سنه نقول السنه الجايه شو بتقدم هيئه الشارقه الكتاب اكثر من اللي قدمتها، فجميل جدا. واذكر بعد السنه اللي طافت في الطابق الثاني وانا انظر للمشهد ما قدرنا ننزل، يعني ما قدرنا ننزل ما شاء الله من الزحمه، يعني يعطيكم العافيه جدا على هذه الجهود. وايضا جميل جدا التفاعل اللي يحدث ما بينكم هيئه شارقة الكتاب والجمهور والمتطوعين وغيره من دور النشر، كلهم طبعا يسهمون في اثراء هذا المشهد الثقافي. استاذ سالم عمر سالم، مدير اداره تسويق والمبيعات في هيئه شارقة الكتاب، شكرا لك على تواجدك معنا واثراءنا حول الدوره القادمه من معرض الشارقة الدولي للكتاب عالم في كتابي. شكرا لك. شكرا لك، يعطيك العافية. شكرا. الله يسلمك. مشاهدينا خلينا نروح سويا لهذا الفاصل الموسيقي نستمتع من خلاله بهذه الألحان ونرجع لكم من بعدها.